من هو أليساندرو فولتا؟ هو عالم فيزيائي إيطالي، ولد سنة 1745 وتخرج من مدرسة كومو في إيطاليا. وبعد دراسته للكيمياء تمكن من اكتشاف وعزل غاز الميثان، ثم كان اختراعه للبطارية الكهربائية ترقية كبيرة له، حيث نال إعجاب نابليون بونابرت ودعي إلى معهد فرنسا لعرض اختراعاته أمام أعضاء المعهد. تمتع فولتا بحظوة الإمبراطور وتلقى العديد من الأوسمة منه، واسمه خالد اليوم، إذ تنسب واحدة الجهد الكهربائي الفولت له. ولد فولتا في 18 فبراير سنة 1745 في مدينة كومو في لومبارديا الإيطالية، لعائلة من النبلاء ولكن بلا ثروة، فقد كان والده فيليبو فولتا شخصا مبذرا، وقد توفي عندما كان أليساندرو في 7 من عمره، تاركا زوجته وأطفاله 7 في ديون كبيرة. ومن ثم انتقل أليساندرو للعيش عند عمه وانضم إليه في خدمة الكنيسة. في سنة 1758 درس في مدرسة كومو اليسوعية لأربع سنوات، ثم تابع دراسته في المعهد الإكليريكي حتى سن 18. وبالرغم من أنه تأخر حتى تكلم الإيطالية، إلا أنه أجاد اللغة اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والألمانية قبل مغادرته المدرسة. وهذه الموهبة ساعدته كثيرا في سنواته القادمة، فكثيرا ما سافر حول أوروبا لمناقشة علماء آخرين حول أعماله وأفكاره. في سنة 1765 بدأ فولتا بالقيام بتجاربه العلمية في مختبر صديقه الغني سيزار جاتوني، الذي استضافه في مختبره لعدة سنوات. وبعد مدة قصيرة كتب أول عريضة علمية له ووجهها إلى الفيزيائي جيوفاني باكاريا، والذي تكلم فيها عن توليد الكهرباء الساكنة عن طريق احتكاك مادتين مختلفتين ببعضهما. تابع فولتا أعمال أبحاثه العلمية ليكتشف سنة 1771، وبعد قراءته لأبحاث جوزيف بريستلي عن الكهرباء، أن كثير من اكتشافاته قد سبقه إليها آخرون. وفي سنة 1774 انتقل فولتا إلى التدريس في مدرسة كومو، وأراد أن يعلم الأطفال العلوم واللغات المعاصرة. في سنة 1775 كتب فولتا رسالة إلى جوزيف بريستلي شارحا له اختراعه الجديد لجهاز يعتبر مصدرا للكهرباء الساكنة وإمكانية نقلها إلى أجسام أخرى. وقد أراد فولتا أن يعلم ما إن كان اختراعه جديدا، أخبره بريستلي أن يوهان ويلكي قد اخترع جهازا مماثلا في سنة 1762، ولكنه قام بتشجيعه على الاستمرار بتجاربه واختراعاته. في سنة 1776 كان فولتا أول شخص يعزل غاز الميثان، واكتشف أن الميثان المخلوط بالهواء في عبوات مغلقة قابل للانفجار إذ حرض بشرارة كهربائية. وفي حاضرنا فإن هذا التفاعل الكيميائي الذي اكتشفه والذي يبدأ بالكهرباء هو أساس محرك الاحتراق الداخلي. اقترح فولتا أن الأدوات المستخدمة في إرسال الشرارة الكهربائية لتفجير غاز الميثان يمكن استخدامها لإرسال هذه الشرارة عبر المدن عن طريق الأسلاك. وفي السنة التالية استخدم انتقال الشرارة في جهازه الصغير اليوديومتر، والذي يقيس النسبة المئوية للأكسجين لتحديد ما إن كان مناسبا للتنفس. في سنة 1778 عين رئيسا لقسم الفيزياء التجريبية في جامعة بافيا، وقد بقي محافظا على منصبه 40 عاما. وكتب سنة 1782 فولتا عن المكثفات التي صنعها وكيف ساعدته كثيرا في دراسة الظواهر الكهربائية، وساعدته هذه المكثفات أيضا في اختراعه اللاحق للإلكتروسكوب عالي الحساسية، الذي يلتقط ويقيس الشحنات الكهربائية. انتخب فولتا ليكون زميلا للجمعية الملكية في لندن سنة 1791، وبعد 3 سنوات حصل على ميدالية كوبلي، وهي أعلى الجوائز التكريمية في الجمعية الملكية لمساهماته العلمية. في سنة 1791 صرح صديق فولتا العالم لويجي جالفاني أن تماس معدنين مختلفين برجل ضفدع يولد تيارا كهربائيا، وسمى جالفاني ذلك الكهرباء الحيوانية. اعتقد فولتا أن الأنسجة الحيوانية الموجودة في رجل الضفدع تنقل الكهرباء فقط بين المعدنين، فقام بإعادة التجربة باستخدام مجس كهربائي ورق مملح بدلا من رجل الضفدع، وفسر تلك التجارب على أنها بسبب فرق الجهد بين المعدنين. وفي سنة 1792 أجرى فولتا
تجارب على انتقال الكهرباء بين المعادن وسماها بالكهرباء المعدنية. انتهى هذا النزاع بين الصديقين سنة 1800 عندما أعلن فولتا عن اختراع أول بطارية كهربائية وتعرف بالكومة الفولتية فولتايك بيل. وتتكون هذه البطارية من قطبين، إحداهما زنك والآخر نحاس، وبينهما إلكتروليد من حمض الكبريت أو محلول خليط من ماء وملح. تزوج أليساندرو فولتا من امرأة تدعى ماريا تيريزا وأنجب 3 أبناء. في سنة 1819 تقاعد فولتا وأوقف أبحاثه واستقر بمدينة كامناجو التي سميت بعد ذلك كامناجو فولتا. توفي في 5 مارس سنة 1827 ودفن في تلك المدينة، وقد بني تمثال له ووضع على شاطئ بحيرة بمدينة كومو، كما تم بناء متحف له يضم مخترعاته وأدوات تجاربه. أنتجت بطارية فولتا مصدرا ثابتا للتيار الكهربائي للمرة الأولى على الإطلاق، وجميع الأجهزة الكهربائية تعتمد على التيار الكهربائي. وبدون اختراع فولتا ما كان يمكن أن تكون هناك تكنولوجيا حديثة، فقد كانت بطارية فولتا اختراعا حاسما للغاية في تطوير الحضارة القائمة على التكنولوجيا. نتيجة للجهود التي قام بها فولتا، قام نابليون بونابرت بمنحه لقب كونت في سنة 1810، وظنت عائلته أنه متخلف عقليا بسبب تأخره في الكلام، فدرس بالمنزل حتى سن 12.